إلا ما أنت أصنابك مركو كهذا عليه الصلاة والسلام يعني أجر آد أتربضا أيو كش أغي ما أنت أصوم كيدي أو حاجر حديث مسلم إيه غير أي ورنيان من حديث الحارث بن ربعين أبي قتادة ورسولك إلهي صلى الله وسلم وبارك عليه صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر سنة التي قبله والسنة التي بعده وحيو إلهي ما أنت عرفه وصقالات كصوم كلا صومه وهدي غفك وسن حاجة هنا أيو كهدل نبي عليه الصلاة والسلام أنا قا إلهي وحان أقا أجل حساب سنة أيو إلهي إلهي إنو إيقا أسترى صوم كاساسيقا سنة دي كهر ريسي دم بيقى دعي إيا سنة دي كدن بيسي دم بيقى دعي لها مركة دادك وحلقيا با إن أي سقال كدن أي أسر تقلي ويسو أو إسكا عاجسان ومالنتاس أي باكسدان أو سقالات كاسا أقو درانه سي أجر بضانه سقالات كأم با فير سنة أويرا هذا حدا مركة أفيرسو سنة كان هدا أن كجرنه وحا إلهي مغاديرتي سيسكو صوب باقمي سيدا هادا كل يتبال لوب بدن يهي إنه بيشو حالة للاطي أو جمعة واسور تقل لكن مثلا هبين كي هوري أو خميس تي للاطه دان دهانو هادا صوح حسابي سيد سقالات حاقيكو آدا مالين جمعة يوكو آدا هادا يدعا دمركة إنا دان صوم كي هوري كسو ودين أو إيه اسكا عاجستو أما اسكا وحستو مالين تا سقالات كي أدلسو غتو معا صوب حايه مالين جمعة أو هورنا أذن صوم كهور مرن أذكى أفر سنة مالين تكادن بي سنة أي عيتا هيو صوم أذن كدبا مريدونين أو هلك مالين أو جمعة أتكو إفراد الصوم أي صوب حيو من اللي أقول يا هو أمر وحيو هذا النبو عليه الصلاة والسلام حديث أو ورنا أيو أبو هريرة أو وليبا مسلم يا بخاري لبضب أي ورنا يان لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده سنة كان مركز حديث كاسا قرطك وجرس هذه يليسة وحيو رأي أحد كي يوسن سومن وأنه يقول يوسن سومن أحد كي مال انت جمعة ذا إلا إنو مال انك هو الرئيس أو سو سوما يو أما مال انك الدم بيسة أو سوما يو ماهانا يعني بحال دي دي إفراد كالي دي دي مال انت جمعة ذا إن هذا لب يكسته وات كو إفراد الصوم كأي الذي دينه هو هذا مالك هو الرئيس يعني لا سوم يسيد أما مالك هذا بيس هذا لا سوم يسيد فلا بأس مرك هذه تصالحان سكوه ستوه ترى ذورة نعرف هذا اللي أنك توراه يقد دوحة إن كلاط شغلة هذا سكوه ذات أسي مالك جمعة كأجسوا أدو معك وطلع سونه يجلس كل عميس إلا ده قميص إمام مكر الرئيس أصوص صوم تيسح إفرادكم آذان دعنا أرتى حاجة دم بمو مسومي كرتيد هو بعيد حاجة سكديك ما عنده سبت عيد يكان نقط غيبي هرنا وقت كوه ستوه حتى لازم مسومي كره عرف سجالات كبسان لبيك سنة حديث كنه يجا وما لين جمعة إن صوم لو إفراديو يعني ديدنا هي أدري يا إذن كلا علنا مر مر كسي إشكال كاس أوسن كوجلين حديث كاس أنك جوابينا مر حديث كاس أيان كجوابينا أرتى غف كاسو أن وحسن وعيسى صوته هذا مركز حتى قميص تبع الله كده كقدره إيه هذا وعكه رجلا إلى كودي صوته نكاس بوشكم ما بهستمك نكاس بوشكم ما جرب إيه قفك سجالات كبس فير صدا كاسوا يوحنا كهذا قفك حتى سجالات ككلية فير صدا حديث كاسوا ما بوشنا أيه معايا الحديث كاس نبي قوليها عليه الصلاة والسلام لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعد مركو لي رسولك عليه الصلاة والسلام وحو كهضلا صون اسكن نفله أو مطلقه صون صناه أو هذا اسكن مطلقه أيو كهضلا دي مركو صوم كان مالين تعرف الله صومه صنة بها هذا صنة مطلقة معهم وصنة مؤقته صنة مؤقته واسكن موافقة القدر إنه الجمعة كسو آده سيديس كلام الجمعة كو آده ميو كو آدهنا مالين تاسقالات كإن الله صوم محيها وصنة مؤقتة وما يتكرر بتكرر السنين صوم كسنة ذا أو مؤقت كاي أو سنة كبه المر صلى الله عليه وسلم مركا واحد لقى هذا يكاسمه وهم وفير سو مركا صنة مؤقتة أنا لقى هذا لمايو صوم واجب هاي أو قفك أو مثلا مالين تاس جمعة أو قضينا أنا لقى هذا لمايو وأما النذر أما كفارها عاد أصو سعتينا أو قفك هدي أو مثلا وحوسهم الجري عاددي سحابي قال لي الجري عبد الله بن عمرو بن العاص
saxaabigaas caadadiisoo kale soom ah haddii uu soo watayna haddii xataa maalinta jumcada ugu soo aaday laga hadli mayn, waxaasoo dhan wax karahaya kuma jiraan. Oo cabdullah bin cumar, cabdullah bin camr ibn alcaas waad ka saysaa, wuxuu go-aan ku qaatay inuu ma arkaysaa maalin walba uu soomo, habeen walbana qiyaamuleyl uu isu taago. Markaasaa rasuulka arrintii gaartay, wuu u wacay, wuxuu yidhaahday anta aladii qaala daalika, yidhi ninka saas yidhaahda ma taha adiga, oo warkaas la iiga soo sheegay. Markaasuu rasuulku ilaahay aabbahay iyo hooyadeen kugu furanaa waa aniga lafteeda waa idhi, yidhi warkaas. Markaasu wuxuu yidhi waxaad yeelaysaa arrintaas tabar iyo taaqad uma hayside, mararka qaarna maalmaha qaarna soon, maalmaha qaarna iska afur, habeenka saacadihiisa qaar ka mid a qiyaamuleylka la imaad, saacadaha qaar iska seexo, yidhi. Tan kale waxaad yeelaysaa bil kasta maaragtay saddex maalmood ka soomu, yidhi. Haddaa bil walba saddex maalmood ka soonto alxasanatu bicasharati amhaaliha soomaa bicashri amhaaliha, marka adoo sanadkii oo dhan soomayba ka dhigantaaba maxaa isu feera daalinaysa. Markaasaa waxaan ku idhiyuri rasuulku ilaahay intaas ka badanan awoodaa. Markaasuu wuxuu yidhi waayahee hadday saas tahay hal maalinna soon, laba maalinna afur. Markaasaa waxaa idhi yidhi maya saas ka badanan awoodaa. Markaasuu rasuulku wuxuu yidhi yidhaahday waayahee maalinna soon maalinna afur, waana siyaamu daawuud weliba nebi daawuud siyaamkiisi wa oo acdalu siyaam ah. Markaasuu waxaan idhi yidhi ka badanan awoodaa. Markaasuu rasuulku wuxuu yidhi jooji, wax ka fadli badan maba jiraan, siyaamu nabiyullaahi daawuud soom ka fadli badan maba jiraba. Qaabkaasuuna u soomi jiray, maalina uu afuri jiray, maalina uu soomi jiray. Marka rasuulka talada ugu dambeeya uu siiyey maxay ahayd? Wuxuu ku yidhaahday rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalina soon maalina afur. Saxaabiga sidaasuu caado ka dhigta. Marka haye fiiri marka tusaale, wuxuu soomay arbaco ayuu soomay u fiirso caadada noocaas ahayd ku socotaa. Arbaco haddaa soonto maalin dhaaf inaad u afurtaan rabo soo maahan, khamiis waad afurtay, haye haddana jimco maxay noqonaysaa? Waa soom. Sabtina maxay noqonaa? Waa maalin dhaafka afuraysaa. ee caadadaas marka saxaabiga rasuulka la amray, yacni soomka noocaas oo rasuulka u amray cabdullaahi bin camr ibn alcaas iyo cid kastoo manhajkiisa raacda, maalin jumco ah in soomka la ifraadiyo waa ogay rasuulka, way ku aadayso caadada noocaas, waana u ogolaaday. Marka maba laga hadlayma taas, ma laga hadlayn. Marka qofkii ka wehsada inta kale oo halkaas maalin la beegsada, asagana ishkaalkaas haddii uu isyiri ama ishkaalkaas kaa gala, ishkaalkaas kuma jiro, taasa la socdo. Waxaan ku soo gabangabayna annukoo la rabo inaan tobankaas ka faa'iidaysanno, haddana waxaad ogaataa horesaan warka ugu bilaabay bishu waxay ka mid tahay ashhurulxurum. Ashhurulxurumna ilaahay muxuu yidhaha subxaanahu wa tacaala falaa tadlimuu fiihinna anfusakum, bilihii saas la yidhaahday ayay ku jirtaa. Hal laxdo iyo hal ilbiriqsi oo ilaahay uu dulmi ogol yahay miyaa jirta? Waa maya afartaas bilood oo ashhurulxurumka ah naftiinna ha dulmina maxaa leeyahay? Waxaa lagu tusinaa bilahan maadaaba ilaahay agtiisa ay aad qaali uga yihiin oo aad ay uga qiimo badan yihiin, waxaa lagu tusinaa sida acmaasha saalixadaho lagu la yimaadaba bilaha kale acmaasha lagu la yimaad ay uga ajir badan tahay, dunuubta lagu la yimaad bilahaanna waa ka cuquubo kulushahay, waana ka cuquubo adag tahay dunuubta bilaha kale lagula yimaado. Si gaara marka waxaa loo baahan yahay inaan bilaha si gaara u xushmayno oo nafteenna dulmin oo macaasi aanan ku dulmin oo aanan dad kale dulmin, ma arkaysa? Oo aan dunuubta sidii marka hore aan uga taxadiri jirnay, dulmi iyo kayr waxay rabtaa ahaatee, si ka daran aan uga taxadirno, si ka daran aan uga taagsanno oo aan tacdiimino xurumaadka ilaahay. dalika waman yucadim xurumaat illaah fahuwa khayru lahu cinda rabbi sawmaa waman yucadim shacaa'ir allah fa innahaa min taqwa alghuluub. Culammada in badan fadaaisha iyo waa lagu baraarujiyaa dadka, laakiin waxaa feer socota waa ashhurulxurum, si gaara haddana in aan isu ilaalino dunuubta uga ilaalinana meesha isaga ilaalinana meesha ku jirtaa. Halkaasaan ku sima hada wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum.